ليش يا برج الحمل أنت بتخاف من الحب؟ برج الحمل ما بحب العلاقات المثالية أبداً، يعني ما بحب الأشياء اللي بتكون كتير مستقيمة بالعلاقة، لهيك بخاف من الحب لأنه بخاف يبين صفاته أحياناً السلبية لشريكة حياته، فبخاف إنها تعرف قديه هو شخص مثلاً متهور، أو قديه هو شخص أحياناً هجومي، أو قديه هو شخص عصبي، لهيك بتلاقيه متردد بإنه يدخل بعلاقة أو إنه يحب. بحاول دائماً يبين كل الإيجابيات وهيك، بس ما بقدر يمثل لفترة طويلة، فبتلاقيه بخاف إنه يكتشف شريك حياته إنه هو حد أحياناً بيكون شوي مؤذي مثل الأطفال، وهون ببلش يحس بالضعف إذا شريك حياته كشف إنه هو حبه أو إنه كشف شو فيه سلبيات. ما بدنا نخاف يا برج الحمل، ليش نخاف؟ خلي يعرف شريك حياتنا، شريك حياتنا بحبنا بكل عيوبنا وسلبياتنا وإيجابياتنا. نشوف برج الثور.